السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني الرياضيين. قرأت اليوم في أحد الصفحات خبر مفاده أمين سر أو نائب رئيس نادي النفط البصرة الرياضي، طبعا في محافظة البصرة، النادي اللي تابع لشركة نفط البصرة، أعلن أنه حصلت الموافقات على بنائهم ملعب سعة 10,000 متفرج للنادي. طبعا البعض أيد وأكو فقط عدد قليل ما أيد، لكن الأغلبية شوفها تقول له مبروك، خطوة موفقة وكذا. رغم أنني أي بناء في مجال الرياضة وفي عموم البلد، لكن بالرياضة تحديدا مؤيد إليه، لكن هنا أعترض على بناء ملعب لنادي نفط البصرة. ليش؟ اللي في محافظة البصرة عدد من الملاعب للي البصريين يعرفونه، لكن ربما بعض العراقيين اللي ما زاروا البصرة ما يعرفون. ملاعب المدينة الرياضية، عندنا ملعب البصرة الدولي الرئيسي، وملعب الفيحاء اللي هو مواصفاته دولية، يعني ملعب الفيحاء دولي وإن كان أصغر عدد مقاعد. وعندنا ملعب الميناء، الملعب الجميل رغم أنه حاليا يكملون به، لكن هو ملعب الميناء. عندك طبعا ملعب الزوير إلى نادي الزوير تارتان، وعندك ملعب الفاو أيضا جميل يعني وعمروه ما شاء الله، إذا شفتوه بالصور. عندك ملعب البحري، الملعب البحري صدقوني أفضل من الملاعب الدولية ببعض الدول الأفريقية الفقيرة. ملعب البحري أيضا ممكن يستضيف مباريات حتى دوري الممتاز فقط رتوش. عندك ملعب البصرة القديم أيضا هو يعني تخطيطه دولي بالبداية، يعني هم جميل وإن كان قديم. ملعب نفط البصرة كانوا يلعبون به الدوري من كان اسمه نفط الجنوب، إذا تتذكرون، من البصرة الشركة بعدين تحولت إلى اسم نفط البصرة. هو بالأساس نادي الرميلة، ملعب نادي الرميلة معروف إنه نفط البصرة، يعني حاليا نعم في التسميات بس ذكرتها من باب التذكير البعض، إنه عندهم ملعب قريب على الشركة، هو بالبصرة، ملعب جميل لكن مدارج صغيرة فيه، وسووا لأرضية تارتان، ادعوا، أقول ادعوا لأن هي فعلا بعهد إدارة محمد ولي قالوا إنه أرضية ألمانية ومن خيرة المناشئ. أيضا كان تجربي دوري الممتاز اللي هسه اسمه صار دوري المحترفين، وكثير مباريات جرت عليه، لكن واضح انه الارضيه تارتان دعوا انها جيده، بس انا ما اعتقد هذا الشيء. بعدين كان عندهم كل مره يقولون عندنا مشروع انه بعدين راح نبني مدارج ونسوي دول وكذا، بس ما صار. بعدين لما صار انه الاتحاد يشترط الملاعب رخص وكذا، ما رخص ملعبهم، فتحولوا يلعبون وين؟ صار ملعبهم غير جاهز للعبات الدوري الممتاز اللي قلت صار المحترفين، قاموا يلعبون في ملعب الفيحاء. هنا لعبهم في ملعب الفيحاء هو خطوة موفقة وخطوة صحيحة، ليس لمصلحة نادي نفط البصرة، بل لمصلحة كرة القدم في محافظة البصرة ولمصلحة الملاعب العراقية. راح تسألوني شلون، أنا أقول لكم. لو أكمل ملعب الميناء، هو أساسا يعني كامل صارت به كأس الخليج، بس لو فقط يكملون النواقص اللي بيه حتى يصير رسمي، ولو يصير ضغط حتى يكمل ملعب الميناء. الميناء راح يلعب في ملعب اللي هو ملعب دولي وملعب سعته جيدة وملعب يعني في المعقل، حيث مقر النادي وحيث جماهير البصرة، فأصلا راح يكون مسيطر ما عنده شيء. والميناء ممكن كذلك يلعب في ملعب البصرة الدولي، لأن منتخب خمويوم يلعب في ملعب البصرة، صح لو لا؟ فالملعب أساسا إذا ترك يهمل، معروفة هاي بالعراق بالذات، ترى حتى بعض الدول اليونان وكذا اللي استضافوا بطولات، وحتى ملاعب بالبرازيل استضافت كأس العالم أصبحت متروكة في جنوب أفريقيا، شوف تقارير عليها، لا تردون عليهم وأشوفها لكم للي ما متأكد. فأقول انه الملاعب بعضها اذا ماكو بطولات، اذا صار عندنا 3 ملاعب دوليه بالبصره غير اللي ذكرتكم زينه، الملعب البصره الدولي الرئيسي، ملعب الفيحاء، ملعب الميناء، 3 ملاعب. اذا حاليا ما عندنا غير نادي الميناء او نادي نفط البصره،
فإذا الميناء يلعب بواحد من ذني الملاعب، نفط البصرة وين راح يروح؟ وهو أساس المباريات البيتية للميناء ونفط البصرة. شكد الميناء يلعب ضمن 20 فريق، يعني عنده مباريات بيتية شكد 19 مباراة، وعنده 19 مباراة راح تكون خارج بيته، يعني طول الموسم هذا النفط البصرة كذلك. فإذا الملاعب هاي تهمل، فلازم إنه نفط البصرة قصدي ملعب الفيحاء قريب عليه، ومن المناسب إنه يكون يلعب عليه حتى يدرب ملاعب المدينة الرياضية، ملاعب التدريب، وين المشكلة يعني؟ فكذلك بناء ملعب جديد راح يكلف فلوس. هسه تقولون لي شركة نفط البصرة بيها بحبوحة ولا تخليها تروح لجيوب الفاسدين وملعب أولى، هاي كلها مقتنعين بيها، بس ملعب راح يضاف إلى سلسلة ملاعب، والملاعب هاي قليلة أندية بيها، وهاي الأندية الملاعب تريد صيانة الأرضية وكذا. فأنا ما أريد ملعب يصير بشبهات فساد، ما أريد ملعب تنترك أرضيته وكذا، مثل ملعب الميناء الآن لا هو مكمل ولا هو شيء. فلهذا أنا أخاطب رئيس شركة نفط البصرة، أخاطب وزير النفط، إنه الأموال هلا تنهلها بأموال الميزانية العامة، إذا كان ولا بد عندكم فلوس سووا ملاعب أرضيات طبيعية، ثيل طبيعي أو لا بأس إنه صناعي، بكل يعني زودوا شقد ما تسوون حتى الفرق الشعبية. يعني إذا تقولون دعم للرياضة، دعم الرياضة هو ما يكون بس ملعب يعني بسعة 10,000 ومواصفات دولية، هو أيضا يكون ملاعب شعبية. يعني أريد البصرة بيها أزمة على مستوى ملاعب الفرق الشعبية، هذه الفلوس اللي تخصصت إلى ملعب نفط الجنوب ممكن تسوون ملاعب تدريب للنادي. يعني أوكي ملاعب تدريب، إذا عنده نقص ملاعب تدريب، أعتقد هو ما عنده ملاعب تدريب كافية، سووا ساحات فرق شعبية، أريد تسوونها بشكل نظام وحضاري. وأنتم شركة نفط البصرة لا تنسون عندكم، أنتم نادي لكل البصرة، عندكم القرنة، عندكم ناحية الصادق، عندكم الدير، عندكم الهوير، عندكم الهارثة، عندكم المدينة، تمام؟ هذه مناطق البصرة، مناطق شمال البصرة شلونها؟ جاي تعاني على مستوى الرياضة، هلا تنهلا بيها، أنتم شركة نفط البصرة، ونفط البصرة أغلبها من هاي المناطق، من حقول الغرب القرنة، شو سوتوا للقرنة؟ القرنة رياضيين شو سوتوا لها؟ ناحية الصادق أو ناحية طلحة كما تسمى سابقا، ايش سويت للدير؟ ايش سويت للهوير؟ ايش سويت للمدينة؟ الهارثة زين، حتى إذا نزلت جو الفاو، صحيح موجود ملعب الفاو، بس نادي الفاو اهتميتوا به؟ حتى سمع ما نسمع به، وبالخصيب كثير كثير إخواني، سووا ملاعب بكل محافظة البصرة، ملاعب شعبية، أما الملاعب الدولية وأما ملعب الأندية. فنفط البصرة يلعب بملعب الفيحاء أو حتى بملعب البصرة الدولي، تمام؟ واللي ما يقدر أحد يمنعكم، حتى وزارة الشباب، البصرة لها ثقل سياسي واقتصادي، هاي الملاعب بنيت لشباب العراق، بنيت لأندية العراق، ما لازم تبقى على مزاج الوزير أو مزاج وكيل الوزير، الملاعب بنيت حتى يلعب بيها، تمام؟ فقط ملعب البصرة الدولي منطقة المباريات المنتخب فقط يحجب لمصلحة ترتيب الملعب لاحتضان البطولة أو لاحتضان مباراة تصفيات للمنتخب الوطني أو الأندية، أما في باقي الأيام فالملاعب خلوا العالم تلعب بيها، هاي الملاعب الأوروبية والعالمية يومية مباراة بيها، تمام؟ فهذا اللي قصدي، أنا مو ضد بناء ملاعب جديدة، وأنا مو ضد إنه فكرة إنه الأموال إذا ما ينبني بيها شيء تروح بجيوب الفاسدين، لا، ولكن أنا أريد كل شيء تخليه بمكانه. أنا دائما أطالب بناء ملاعب دولية بس بالمحافظات اللي ما بيها ملاعب دولية، أما اللي بيها فأنا أريد أزود القاعدة الشعبية، أريد الشباب ما يلعب بتراب، ما يلعب بطين، ما يلعب برمل، لا، أريد له مساحات فرق، يعني ساحات خضراء طبيعية، ثيل طبيعي. إحنا لو ملاعب تارتان خماس، ما أريد ساحة خماسي، نعم بعض الخماسي أيضا رياضة وموجودة تحتاج، بس أريد ساحات، أريدك تسوي لي بالقرنة ساحات خضراء، ملاعب كرة قدم، أريدك تسوي بالمدينة، بالهوير، بالهارت، تنزل بالفاو وبالخصيب،
بالزبير، زين بالدراهمية، وبالبصرة نفسها، البصرة مدينة البصرة والقصبات التابعة لها. هذا اللي أريد إخواني، تحياتي لكم.